إسكندر الروسي. منظومة إسكندر إم تجهز بصواريخ يصل مداها إلى 280 كيلومتراً، تعمل بالوقود الصلب، وتتزود منظومة إسكندر بصواريخ تعمل بالقصور الذاتي والتوجيه البصري ونظام الملاحة الفضائي جلوناس ونظام تحديد الموقع العالمي. يحمل صاروخ منظومة إسكندر البالغ وزنه 3 أطنان رأساً يحتوي على 400 كيلوغرام من مادة TNT شديدة الانفجار، ويعد اعتراضه مهمة مستحيلة نظراً لسرعته وقدرته على المناورة على مستويين من أجل تجنب الصواريخ المضادة. الوقت اللازم لإطلاق الصواريخ من منظومة إسكندر يتراوح ما بين 4 حتى 16 دقيقة، والفاصل الزمني بين عمليات الإطلاق لا يتجاوز 1 دقيقة، وتتحدد دقتها في إصابة الهدف بدائرة نصف قطرها 30 مترا. بانسير S1 تعتبر من أحدث المنظومات الروسية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، وتتكون المنظومة من مركبة التحكم بالبطاريات المزودة ب12 صاروخاً سطح جو الموجهة، والتي يبلغ مداها بين 1200 إلى 20000 متر، وتبلغ سرعتها القصوى 1000 متر في الثانية، ويبلغ زمن إطلاق أول صاروخ 6 ثوان بعد رصد الهدف، ويمكنها الاشتباك مع 4 أهداف في وقت واحد. تتسلح عربة القتال في منظومة بانسير بقاذفة سام ومدافع ذاتية الحركة من عيار 30 مليمتر. شكراً لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.